السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أمهات وتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي الجيل الثاني. سنقوم اليوم بإذن الله تعالى بحل الفرض الأول للثلاثي الأول في مادة الفرنسية. إذا سنبدأ على بركة الله. بسم الله. إذا evaluation numéro 1 de français 3e année primaire. إذا الثالثة ابتدائي. إذا سنبدأ بسم الله. إذا التمرين الأول، ماذا يقول التمرين الأول؟ J'entoure tous les uns que je vois. شو معناها j'entoure يا تلاميذ؟ جونتور معناها أدور، جيد معناها أدور. جونتور تو لي ان كو جو فوا. لاحظوا معايا يا تلاميذ، إذا لاحظوا معايا يا تلاميذ، إذا الآن لما قريناها في الكلاسة في القسم، إذا قريناها تكتب على أربعة أشكال. ألوغ عندنا الشكل هذا تاع الآن، وعندنا هذا، وعندنا يا تلاميذ هذا الان، وعندنا هذا الان. هذه ان ماجيسكول كيرسيف، هذه ان ماجيسكول سكريبت، هذه ان مينيسكول سكريبت، وهذه ان مينيسكول كيرسيف. الوغ هذه كامل نقراوها ان. دوك انا كي نجي ندير دائره على الان، ما نديرش على الان هذه اللي مدها لي. الوغ واش ندير؟ نحوس على وحده من هادو في اربعه. لما نلقى هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه، واش ندير؟ ندير دائره يا تلاميذ. اذا نبداو مع بعضنا. اذا عندي هنا هذا الحرف، هذا ام يا تلاميذ، هذا ام. عندي هذا الحرف، هو الحرف هذاك فننطقوه هذا ا. عندي هذا ثاني ا، هذا اي. الوغ هذا واش يا تلاميذ؟ هذا ان. الوغ ان، ها هي ان. الوغ واش ندير؟ ندير دائره ان. عندي هنا اي ا ام او ا. واش عندي هنا يا تلاميذ؟ عندي ان. الوغ جونتور ان. اذا هنا عندي فقط اثنين، عندي ان ماجيسكول كيرسوف، وعندي ان ماجيسكول سكريبت. اذا ننتقل يا تلاميذ للتمرين الثاني. اذا واش يقول التمرين الثاني؟ جونتور تو لي ا كو جو فوا، معناها ندير دائره على الا. لما نلقى الا ندير عليها دائره، وكيما ثاني بالنسبه للان كيف كيف بالنسبه للا. الوغ الا قريناها على اربعه اشكال، قريناها بالماجيسكول وبالمينيسكول، قريناها سكريبت وكيرسوف. الوغ عندي هنا ا ماجيسكول كيرسوف، عندي هنا ا ماجيسكول سكريبت، عندي هنا ا مينيسكول كيرسوف، وعندي هنايا ا مينيسكول سكريبت. الوغ كي نلقى وحده من هادو رايحه ندير دائره. اذا راح نبداو مع بعضنا. عندي هنا ا، الوغ جونتور ا، هذه ا ماجيسكول سكريبت. عندي هنا ان جونتور با، عندي هنا ا مينيسكول سكريبت، عندي اي مينيسكول، اي ماجيسكول، ان ماجيسكول، ا ماجيسكول. الوغ جونتور ا ماجيسكول كيرسوف، عندي هنا ان، وعندي هنا اي، وعندي هنا ا مينيسكول كيرسوف. الوغ راني حوضت على الا تاعي، راني درت دائره يا تلاميذ. الوغ لازم نعرفوا هاد الاربع اشكال. اذا كل حرف يكتب على شكل اربعه اشكال. نروحوا الان يا تلاميذ للاكزرسيس 3. اذا التمرين الثالث، واش يقول التمرين الثالث؟ كومبليت باغ ا اي ام ان. ا اي ام ان، واش عندي هنا يا تلاميذ؟ عندي هنا مجموعه من الكلمات. الوغ راح نبداو بالكلمه الاولى. الكلمه الاولى يا تلاميذ هي مامو. ما ماما ما. الوغ واش نكتب هنا يا تلاميذ؟ نكتب ا. اذا هنا واش نكتب يا تلاميذ؟ هنا رايحه نكتب الا. ماما ماما تحبوا تكتبوها مينيسكول ولا تكتبوها سكريبت. هنا عندي كاماراد، كا ما 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 ام كاماراد. الوغ واش نحط يا تلاميذ؟ نحط الام كاماراد. هنا عندي كاناغي، غي غي اي. الوغ رايحه نكتب الاي، رايحه نكتب الاي. وهنا عندي ني، العش ني. الوغ هذه هي الان. الوغ رايحه جو شوازي لو ان، ان ني. وهكا يا تلاميذ نكونوا خلصنا هذا التمرين. اذا نروحوا للتمرين الرابع يا تلاميذ. اذا التمرين الرابع يا تلاميذ واش فيه؟ فيه لي لاتر مينيسكول وماجيسكول. غلي لي لاتر، واش معناها غلي يا تلاميذ؟ معناها اربط بسهم. غلي لي لاتر، لي لاتر هما الحروف. عندي ا اي ام ان.
الو هنا رايحه ندير سهم. عندي هنا ا مينيسكول، حوسوا لي يا تلاميذ هنا على ال ا ماجيسكول. اذا جيد، اذا ها هي ال ا ماجيسكول. عندي هنا اي مينيسكول، حوسوا لي يا تلاميذ على الاي ماجيسكول. جيد، اذا هذه هي الاي ماجيسكول. ام مينيسكول، حوسوا لي يا تلاميذ على الام مينيسكول، الام باردون ماجيسكول. جيد، اذا هذه هي الام ماجيسكول. بقات لي الان، الوغ هذه ان مينيسكول وهذه ان ماجيسكول. اذا نروحوا الان يا تلاميذ للسانكيام كيستيون. جيكري اون كورسيف، واش معناها كورسيف؟ معناها الكتابه تاع الكراس. جيكري اون كورسيف، الوغ راح نقراو الجمله تاعنا. امينا a une camarade. Amina a une camarade. Amina زميلة. Amina a une camarade. أول حاجة يا تلاميذ لما تجيو تكتبوا en cursif دائما الحرف الأول تكتبوه ماجيسكول. وبالنسبة للأمهات اللي راهم يتبعوا فيها علموا ولادكم هكا، الحرف الأول دائما يجي ماجيسكول في الكتابة en cursif. alors واش رايحة ندير؟ رايحة نكتب أمينة en cursif. alors راح نبدل لو ستيلو، حنكتب بالروج هكذا باش تبان لكم. امينا اون كاماراد، الوغ حنكتب الا ماجيسكول. رايحه نبدا نكتب الا، تطلع 3 انترليني، هذه الا. نرجع لهذه، هذه ام. بصح هنا واش تلاحظوا يا تلاميذ؟ تلاحظوا بلي هذه الام راهي كتابه تاع الكتاب، الكتابه هذه تاع الكتاب. الوغ واش راح نديروا لما تلقاو الام سكريبت؟ دائما تكتبوها هكا 1 2 3. 1 2 3. هنا وحدة 2 3. الوغ أمي حنكتب الإي، أمي نا كيف كيف. هنا عندي وحدة انثناء، يعني عندي انحناء واحد، هنا رايحة ندير انحناء 2، ورايحة نكتب الأ تاعي أمينا. رايحة نخلف فراغ، يعني لما يكون هنا عندي فراغ راح أيضا هنا نخلف فراغ. رايحة نكتب أ اون، هذه الاو ايضا هنا عندي انحناء واحد، هنا دائما اضيف انحناء اخر. اون نكتب الاو. كاماراد رايحه نخلف ايضا فراغ، ورايحه نكتب كاماراد السي والا. ايضا هنا عندي انحناءين، رايحه نزيد واحد، يعني لما دائما لما يكون عندي ام ولا ان ديما نضيف انحناء جديد. 1 2 3 رايحين يوليو عندي 3. نكتب الا، نكتب الار، نكتب الا، ايضا نكتب الدي، ونكتب الاو، وما ننساوش لو بوين. alors je termine par le point. amina a une camarade، وهذه هي الكتابه الصحيحه en cursif. amina a une camarade، دائما je commence par le majuscule et je termine par le point، يعني بالنقطه، يعني نبداو بالماجيسكول الحرف الاول ماجيسكول، ونخلصوا دائما بالنقطه. وهكا يا تلاميذ كذلك الامهات اللي راهم يتبعوا فينا، كونوا درنا الفرد الاول الثلاثي الاول في ماده الفرنسيه لسنه ثالثه ابتدائي الجيل الثاني. اذا حاولوا الاشتراك في القناه لكي تصلكم جميع النماذج القادمه في جميع المواد باذن الله تعالى، والى فيديوهات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.